بسمة الطفل هي فرحة بتكمل طقوس العيد. يمكن المرض وألم الوحدة يخفي ملامح هالابتسامة، لكن بجهود كثير من الناس ومنا شباب فريق أعمار التطوعي بيسعوا لزرع الابتسامة على وجوه الأطفال خلال أيام عيد الأضحى المبارك. واليوم معنا بصباحنا غير سلام عواد ومحمد فطايري، متطوعين بفريق أعمار التطوعي، ليحكوا عن نشاطات والفعاليات اللي عم يقوموا فيها لزرع الابتسامة على وجوه الأطفال. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير يا رب. اهلا وسهلا بي سلام، واهلا بمحمد، ينعاد عليكم بالخير يا رب. محمد خلينا نبلش معك بناء على طلب سلام، خلينا نحكي عن مبادره بدنا نعيد بكفي حرب، خلينا نتعرف عن هي المبادره ونحكي يمكن عن تفاصيلها. هلا بدنا نعيد بكفي حرب، هي موسمها الثالث عم تكون. الموسم الاول تزامن مع انطلاق فريق عمرها عام 2015. بدنا نعيد بكفي حرب هي فعاليه فريق عمرها بمناسبه عيد الاضحى المبارك. طبعا هي عباره كانت عن 4 ايام، امبارح انطلقنا فيها مشفى الاطفال. كانت عباره عن زياره لمشفى الاطفال والمرضى فيها، واليوم ان شاء الله حابين نزور ان شاء الله بعد الهواء مباشره على دار الرهبات بالطلياني، وثالث ورابع يوم العيد بقرى الاطفال اس او اس. نعم سلام، خلينا نحكي معك عن زرع الابتسامة على وجوه الأطفال. مثل ما حكينا بالمقدمة ضمن أيام عيد الأضحى المبارك، يمكن خلال العام قديش اليوم في جهود كبيرة عم تقوموا فيها، وقديش يمكن بيخلي عندك رضا داخلي لما تشوفي ابتسامة الطفل عم تبتسم لنشاط أو فعالية عم تقوموا فيها. تمام. هلأ احنا مبارح زرنا مشفى الأطفال، لما شفنا زرنا المرضى العاديين وزرنا المرضى أطفال السرطان. شفنا كل ولد انه في قدرنا نلعب معهم نشوفهم، شفنا الضحكه على وجوههم، صاروا يقولوا لنا رجعوا انه ردوا رجعوا مره ثانيه. هذا الشيء من جوا بتحسي حالك انه انت عن جد من جوا عم ترضي، انه عم ترضي حالك انك انت عم انه عن جد عم تعمل. نعم سلام، يمكن خلينا نحكي عن تفاصيل الزياره اكثر، خلينا نحكي عن شعور سلام، عن كيف كان العيد عن سلام مختلف مع الاطفال، كيف لما الواحد بيعمل شيء عن جد هو العيد، وخاصه بهالوضع يلي نحن كثير بحاجه لبعض. هلا امبارح لما قدرنا مثلا انه هالولاد ما خرج انه كانوا انه هن مثلا يطلعوا يعيدوا يعملوا، انه حبينا نروح نشوفهم لنقدر نعيد معهم، نلعب، نرسم على وجوههم مثلا الضحكه، تلاقيهم مبسوطين، يعني انه هن مبسوطين انه هن عم يلعبوا معنا. بتحسي جواتك انه انت عن جد مبسوطه، يعني عم تضحكي ضحكه عن جد انه انت مبسوطه فيها. ان شاء الله دائما. طيب محمد خلينا نحكي عن النشاطات اللي عم تقوموا فيها للاطفال خلال ايام عيد الاضحى المبارك. تمام. هلا امبارح كنا بمشفى الاطفال بسبب الحاله الصحيه للاطفال، طبعا ما تسمح لهم، كانت النشاطات كثير كبيره، يعني مجرد كانت حركات صغيره لهذول الاطفال. طبعا اليوم زياره دار الرهبات هي زياره عيد عاديه مثل زياره ضيوف لبعضها يعني. ان شاء الله بكره بالاس او اس ثالث ورابع يوم العيد ليكون عندنا نشاطات ذهنيه وحركيه والعاب ترفيهيه، ان شاء الله ليكون الاطفال معنا مبسوطين. ان شاء الله يا رب. خلينا نحكي عن الفريق، يمكن 3 ايام 4 ايام العيد كل يوم عندكم نشاط مثل ما ذكرت الاماكن من شوي، ولكن بدها همه شباب، خلينا نحكي يمكن كم حدا انتم بالفريق وكم حدا عم تروحوا على الزياره. تمام. هلا نحن بالفريق حوالي 100 متطوع، في قرابه 10 اداريين الباقي متطوعين. هلا التنسيق وهدول القصص دائما من شغل الاداره عم تكون، عم نوزع المتطوعين على مدى 4 ايام. طبعا هذا جهد اكيد تجيب متطوع تطلعيه من بيته اول يوم ثاني يوم العيد، يعني منه هذا المتطوع حابب يقدم شيء. يعني امبارح انا كان عندنا فعاليه اليوم دار الرهبات، بدنا قرابه العشر اشخاص، يعني تواصل معي اكثر من 40 حدا، انه انا كثير استغربت انه ثاني يوم العيد والعالم بدها تطلع تنبسط وبدكم تجوا معنا، يعني هذا عن جد كان شيء كثير حلو حتى من المتطوعين نفسه. نعم. يمكن كثير من فعالياتكم ونشاطاتكم تعنى بالاطفال، خلينا نحكي المتطوع كيف عم يتم تهيئته يمكن واعداده للتعامل مع الطفل خصوصا بظروف استثنائيه، ظروف حرب عم نعيشها. تمام. هلا اول شيء بهذا الموضوع بهمنا ناحيه الخبره. انا تقريبا صار لي 2 سنين بفريق عمار التطوعي، طبعا اكتسبت خبره كثير كبيره، نشاطات وفعاليات متواصله، خبرات متراكمه، قدرت اوصل لشيء الحمد لله انه انا هلا مبسوط فيه. طبعا المتطوع اللي عم يتطوع معنا عم يخضع لدورات، سواء دورات اعداد فريق، دورات تعامل مع طفل، دورات مهارات حياه، عم تضعه ولو نسبيا على طريق معين انه يقدر مبدئيا يتواصل مع دول الاشخاص اللي نحن معهم، وطبعا الخبره اللي عم يكتسبها من خلال فعاليات هي شيء عم تعطيه شيء اكثر منه. صحيح.
سلام. يمكن على مدار السنة في تنظيم وفي تنسيق للفعاليات إن كانت بالأعياد أو غير الأعياد، ولكن ما بعد مثلا خلينا نحكي عن هالمرحلة ما بعد العيد، كيف أنتم كفريق بتقدروا تضلوا محافظين على بسمة الأطفال؟ يعني أكيد الزيارة ما رح تكون مرة وخلاص، أكيد في زيارات تانية، ولكن كيف بتكون وبقديش الفترة؟ هلا الفتره نحن كل فتره وفتره بنعمل زياره لمركز محدد، مثلا ان كان الاس او اس ولا ان كان مراكز الايواء ولا مشفى الاطفال. هلا لما تحسي انه الطفل انه انت عم تقدمي له عن جد شيء، يعني هلا اجباري بنقدم له شيء للطفل مشان يقدر، مشان بكره هو يصير هو يقدر يقوم يقدمه، يعني كتعامل كشغلات، في شغلات هو ما بيقدر يقدمها، ما بيقدر توصل له الشغلات، بقى اذا بكره لقدام بصير هو بيقدمها لحاله لما يشوف حدا عم يشجعه ويفاق له كذا. ايه فهمت. محمد، بعد عيد الاضحى المبارك شو النشاطات اللي رح تقوموا فيها؟ في خطه عمل يمكن رح تشتغلوا عليها؟ اكيد ان شاء الله اخر شهر 9 عنا فعاليه بمناسبه عيد السلام العالمي، فعاليه حاكيني سلام، ان شاء الله انتم الاخباريه اكيد رح تكونوا ضمن الكادر الاعلامي فيها تغطوا لنا الفعاليه، بقى ان شاء الله رح تكون فعاليه كثير حلوه. شو بتتضمن؟ هي عباره عن مسير من تمثال صلاح الدين بنطقه الحميديه لساحة الجامعة الأموي، مسير سلام وحاملين بوالين بيض وبنصل لساحة بيطلعوا العالم مشاركة هالبوالين. نعم، يمكن سنة عن سنة أو يوم عن يوم عم تمرقوا يمكن خلينا نسميهم ثغرات، يعني بس أنتم عم تتجاوزوها يمكن بالمحبة وبالتطوع وبالإرادة. قديش يمكن الفريق كبر، قديش الفريق صار شغله على الأرض أوسع وأحلى وفعال أكثر عن قبل؟ لا الحمد لله هذه النقطة كثير فرقناها طبعا خلال الخبرة المتراكمة هي اللي أدت لهذا. يعني أنا مو بس بجهدي خلال سنتين وصلت لهون، بجهدي اللي قبلي وبجهدي اللي قبله وبجهدي اللي بعدي، بالأخير هي رسالة نحن الكل عم نوصلها. هي مو رسالتي أنا كمحمد فطايري، لا، هي رسالتي كشب سوري، بكره العي كمله شب سوري مثل ما انا كملتها من شب سوري. بالختام كلمه اخيره بتحبوا توجهوها للجمهور؟ السلام. انا بحب اعيدكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وبحب اعيد متطوعين فريق عمرها عن جد كانوا بنوجه لهم تحيه فردا اكيد ان شاء الله، وبحب اعيد السيد وسيم غبره اللي قدر يقدم لنا هدايا للاطفال المشاركين، وطبعا تحيه للعيديه كثير لكم كبيره، وكل عام ان شاء الله انتم بالف خير. وانت بخير سلام. وانت بخير. وشو بدك تقولي؟ بدي اقول انه نحن انه لكل حدا بيقدر انه هو عن جد بيقدر يعمل، ما حدا يقصر، يعني كل واحد يحس انه هو عامل انه هو حامل مسؤوليه بيقدر يكمل فيها. اكيد. سلام ومحمد، شكرا كثير لكم، واكيد بدنا نوجه معايده كثير كبيره لكل اعضاء الفريق، وشكرا لكم وموفقين يا شباب. الله يسلمك. شكرا. سلام عم عواد ومحمد فطايري من فريق عمرها تطوعي، شكرا لكم.